هاي. كشفت شركة فيسبوك مؤخراً عن خطة طموحة لإنشاء عملة رقمية مشفرة جديدة اسمها ليبرا، تشبه بيتكوين للاستخدام العالمي، ويلي على الأرجح رح تشجع التجارة الإلكترونية بسبب العدد الكبير لمستخدمي الموقع العالمي يلي وصل لحوالي 1.5 مليار مستخدم يومياً. من المقرر أنه تنطلق العملة خلال الأشهر المقبلة. رح يتعامل مستخدمين مع مجموعة من البروفايدرز الفرديين، أولهم شركة كاليبرا للخدمات المالية التابعة لفيسبوك، مطرح ما فيهم يحطوا عملتهم التقليدية ويحصلوا على رموز عملة ليبرا بالمقابل. 31% من سكان العالم ما عندهم حساب مصرفي من الأصل، بس اليوم الهاتف الذكي بيعطي كل شخص الحق أنه يكون عنده حساب بكبسة زر. مين قال أنه فيسبوك عم بيتابع تطوره رغم المراقبة الشديدة يلي عم بيتعرض لها من قبل الحكومات يلي بتشكك فيه؟ أنا قال بشوفكم بكرة.